حقا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيها الأحبة في الله، هذه الدرجة عزم الأمور تصل إليها عند الله عز وجل بالصبر والتقوى، والذي يصبر ويتقي لابد أن يجعله الله في موقع الابتلاء حتى يتبين صبره الحقيقي. وقارئنا المجيد فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت قرأ علينا فيما قرأ: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الله سبحانه وتعالى يقسم بلام القسم وبتوكيد النون قسمان، يؤكد أن ذلك سوف يحدث للمؤمن في دنياه. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. طب نعمل إيه يا رب؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الدرجة لم يصل إليها حتى من الأنبياء إلا خمسة سماهم الله عز وجل أولو العزم من الرسل. فإذا صبرت مثلهم واتقيت الله عز وجل وصلت إلى درجة أولي العزم من الرسل الخمسة الكبار الذين فضلهم الله عز وجل على باقي الرسل: إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد. إنها منزلة تستحق أن نصبر حتى نصل إليها. أيها الأحبة الكرام، وقد جئت بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن إخوتي الإذاعيين والإعلاميين لنقدم واجب العزاء إلى قارئ هو أحد أضلاع مثلث ذهبي في مصر. المثلث الذهبي للقراء في مصر يجمع من وجهة نظري ثلاثة: أولهم الذين جئنا نعزيه في والدته فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي، والضلع الثاني فضيلة الشيخ محمود الخش، والضلع الثالث فضيلة الشيخ طه النعماني. هذا هو الضلع أو المثلث الذهبي في عالم القراء. فكما أن هناك سلسلة ذهبية للحديث النبوي الشريف، فإن في مصر مثلثا ذهبيا للقراء، وهناك مربعات ومستطيلات ودوائر كثيرة، لكن في المقدمة هو المثلث الذهبي للذين يظهرون معاني القرآن بحلاوة أصواتهم وجودة أدائهم. فنقول للشيخ حجاج إننا جئنا لنشاركك الأحزان، وما لك لا تحزن، وقد فقدت اليوم أعز إنسانة كان الله يكرمك من أجلها. ألم ينادي مناد عليك ويقول: ماتت من كنا نكرمك من أجلها، فاعمل عملا صالحا من الآن حتى نكرمك من أجله. نشاركه الأحزان وألم الفراق، ونشارك والده الكريم الحاج رمضان الهنداوي على وفاة زوجته،
ونشارك أهل بهرمس جميعا وكل الأحبة والقراء. فإذا تحملنا هذا النقص في الأموال والنقص في الأنفس والأذى من الذين أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب، اتقينا وصبرنا كما قلت سنصل إلى درجة العزم من الرسل. وإن تتقوا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيها السادة الكرام، ما كان لي أن أتحدث في وجود إعلاميين كبار في مقدمتهم رفيقي في الدرب وأستاذي الأستاذ محمد عويضة الذي رافقني في هذا المشوار وكان شرفا لي، رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقا، والسادة الأجلاء جميعا، ولكني لا أطيل وسوف أقدم لكم قارئا قدمته مرة في عزاء وسررت بأدائه الرائع وحلاوة إتقانه للقرآن الكريم. إنه يصور لك المعنى تصويرا بهذا الأداء الراقي، وهو إضافة للمدرسة القرآنية المحترمة في العالم العربي والإسلامي. أقدم لكم الآن فضيلة القارئ الشيخ ممدوح عامر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي عزنا ونفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع، أمسك السماء ورفع وفرش الأرض ووسع، وكلم موسى على جبل الطور فأسمع، وتجلى للجبل فتقطع، ووهب ونزع، وأعطى ومنع، وفرق وجمع، وأنشأنا سبحانه وتعالى من نفس واحدة فمستقر ومستودع. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف التسليم لك، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهذه الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. إخواني في الله وأحبابي في رسول الله، أحييكم جميعا بتحية طيبة من عند الله مباركة، فسلام الله عليكم وبركاته حواليكم ورحماته واصلة بنا لديكم. حقيقة ما دعاني للتحدث أني أتكلم وأني أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإصال وبالنيابة ليس عن قراء أهل البحيرة وليس عن قراء وجه بحري، بل عن أهل البحيرة والإسكندرية وجميع محافظات الوجه البحري الذين يشافرون شيخنا وأخانا وأستاذنا ومعلمنا وأخونا الأكبر الشيخ حجاج الهنداوي الأحزان، ويدعون للفقيدة بالمغفرة والرحمة ولأهلها بالصبر والسلوان. وتقدم لكم جميعا بالشكر على تقديم واجب العزاء. جزاكم الله عنا وعن القراء وعن القرآن الكريم كل خير، ومتعكم جميعا بالصحة والعافية، ولا أراكم الله ولا أرانا جميعا مكروها في عزيز لديكم، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب
النساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت وخلق منها زوجها
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لكم عن شيء
القلوب مليئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما
ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى وقولوا لهم قولا
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإسلام والإيمان وزعت الحقوق دون تجاوز أو افتراء بإذن من رب الأرض والسماء، وهذا كما تلي لأوائل سورة النساء. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح عامر القارئ بالإذاعة والتلفزيون والفضائيات الإسلامية والعالمين العربي والإسلامي، والذي قد جاء من محافظة البحيرة كي يقدم واجب العزاء إلى أخيه فضيلة الشيخ حجاج رمضان الهنداوي. وتالإيمان والإسلام نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من جاءها هنا كي يقدم واجب العزاء في والدتنا الكريمة إلى فضيلة الحاج رمضان الهنداوي، وكذلك إلى فضيلة شيخنا وقارئنا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومسجد المشير طنطاوي ورئاسة الجمهورية فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي، وكذلك إلى فضيلة القارئ الشيخ عيد الهنداوي. أيها الإخوة المؤمنون، الآن ينقطع إرسالنا السماوي حتى نلتقي وإياكم بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.